أهلا بكم. تصعيد جديد من قبل جماعة الإخوان عبر المنابر الإعلامية التابعة لهم بعد تنامي الخلاف في أروقة مجلس القيادة الرئاسي بين الأطراف السياسية ورفض جماعة الإخوان قرارات المجلس، وهو ما ظهر جليا للعلن بعد امتناع الأعضاء الموالين للإخوان عن حضور الاجتماعات الأخيرة لقيادة المجلس وتحويل محافظة شبوة إلى ساحة للصراع السياسي.